أعزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أعلن قيام اللجنة على بالتحفظ على أموال 906 قياديين إخوانيين، وأعلن كمان أنه تم رفع أسماء 5 منهم بعدما تقدموا بتظلمات على القرار ليصبح عدد المتحفظ على أموالهم 901 قيادي، علاوة على أنه جاري التحفظ على أموال 166 شخص آخر. اللجنة أيضا قامت بالتحفظ على 1137 جمعية ورفع منها 41 جمعية ليصبح عدد الجمعيات المتحفظ عليها 1096 جمعية. المستشار خميس أضاف خلال مؤتمر صحفي عقد النهاردة أنه تم التحفظ على 89 مدرسة، وتم التحفظ تم رفع التحفظ على 7 مدارس أو عن 7 مدارس ليصبح العدد 82 مدرسة. أما بالنسبة للشركات، اللجنة تحفظت على 532 شركة وقامت بإدارة 98 شركة منها حتى الآن. تعالوا نشوف جزء من هذا المؤتمر الصحفي. قامت اللجنة بالتحفظ على 906 فرد من جماعة الإخوان، تم رفع التحفظ نتيجة تظلمات قدمت إلى اللجنة عن 5 أفراد، فأصبح المتحفظ عليهم حاليا 901 فرد، علاوة على أنه جاري اتخاذ إجراءات التحفظ على عدد 166 فرد لم يتم تمام الإجراءات القانونية للتحفظ عليهم، اللي هي زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنتقدم بطلب الى قاضي التنفيذ علشان يدينا امر بالتحفظ على هؤلاء الافراد. بالنسبة للجمعيات، تم التحفظ على 1137 جمعية، تم رفع التحفظ عن 41 جمعية نتيجة انهم تقدموا بتظلمات، فأصبح المتحفظ عليه الآن 1096 جمعية.